فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. والضيف ما جابش يكون بخلاف اللي نحكيو فيه على حدث مهم في العالم حاليا، اولمبياد طوكيو. تقريبا بدينا نوصلوا لخط النهاية اليوم، كملنا مشاركتنا في الأولمبياد، كملوا رياضيين المشاركة متاعهم. على كل باش ناخذوا أكثر تفاصيل على المشاركة متاع اليوم، وكيف كيف بصفة عامة كيفاش كان الأولمبياد للتوانسة من عند رئيس البعثة السيد رضا المناعي، موجود معنا بالتليفون مباشرة من طوكيو. سي رضا أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بيكم، مرحبا بالمستمعين إذاعة الدار. شنو حوالك؟ شنو لاباس؟ شنو الأمور؟ قلت شنو لاباس؟ والله مرتاحين شوية، ارتحنا شوية لأن بدات تخف شوية الضغط. قبل لا نقص برشا، اليوم تعرف الوقت نتاعنا مازال 17 شهر. فقط الناس كل تقريبا روح. الناس كل روحت وتهنينا عليهم إلا ما وصلتوا. الحمد لله لاباس كلها. الحمد لله. باه سيدي رضا، اليوم كملنا ظهر المشاركة التونسية، ما عاد فما حتى حد باش يلعب. كيفاش كان اليوم الأخير قبل ما نحكيو على المشاركة بصفة عامة؟ والله اليوم الأخير كان شوية ضراوة مع غيلان خطالي، كان فما ليت المصارعة على ثلاثة رياضيين منهم سارة حامدي اللي في المصارعة هي الوحيدة اللي ربحت كومبالي مان نتاعها. وكانت نجم تكون تلعب نصف نهائي لو المصارعة تاع أذربيجان كانت تخسر مع اليابانية، لكن صار العكس. بحيث كملنا اليوم بالنسبة الرياضي نتاعنا كل كملنا المشاركة نتاعنا، والحمد لله. الحاجة اللي بوز امبورتون ولا ديما نقولها أنا، إن شاء الله الرياضيين نتاعنا كل دور كل يروح تونس لاباس معافى، بالنسبة للنتائج الكل أكيد بعد بعض من روحه الفنيين مش يعني يقع تقييم مش يقع ملفت مش نصلح عليه الأشياء اللي مشاتش، ونخدموا على الأشياء الممتازة والأشياء الباهية اللي نجموا نخدموا عليها. اليوم تقريبا المصارعة تقريبا فوز وحيد عملناه اللي هو كان اليوم كما كنت تحكي لسارة حامدي. نعاش الفنيين بتاع المصارعة موجود معاكم في غادي الإطار الفني للمنتخب، راضين بالنتائج هذه؟ هما اشترهم ريحوا قاعدوا اشتر في سارة حامدي وجوز الرياضي الخير المدربين، لكن الحق مش راضين على الأداء تاع المصارعة، مش المصارعة برك، فما حتى المدرب السيف حتى يعني هذوما اللي رشحوا برشا ملاعبيه، لكن الاكاديميه ما كانتش موجوده. لكن سلام، لازم نعرف الالعاب الاولمبيه راهي العاب صعيبه برشا، والناس اخرى هنا عمل اخر يعني امكانيات كبيره، فما امور مازلنا بعاد عليها في تونس. سيدي الضاء، فما نقاش تحل حتى لهنا في تونس بخصوص العدد نتاع الرياضيين. نعرف تونس البيدجي في الرياضه بصفه عامه محدود، فما شكون يقول لك علاش ما نحطوش معناتها عينينا والبيدجي الكل على 20 واحد مثلا في بلاصه 60، نحطوا ال 20 هذوكم يكون على الاقل مضمون بنسبه كبيره انهم يجيبوا لنا ميداليات، بخلاف ان تكون معناها على عكس انك تكون البيدجي موزع على 60 رياضي مثلا، كل واحد شويه شويه وما يحضرش بالباهي. شنو رايك؟ شوف الاسلام هذا قبل 2008 في 2004 كان موجود الشيء هذا، يعني هذه سياسة الدولة. الدولة قبل كانت تقول كما قلت معناها منهزوا إلا الرياضيين الكونفيني اللي نعرفوه مش يلعبوا على البوديوم واللي ماشي باش الصورة هذاك ما يهزوش. لكن بعد 2008 الدولة أخذت قرار أن كل إنسان يترشح للألعاب الأولمبية أبتدو هي إلا مكافأة بالنسبة لي، هي وقت اللي تعمل البرنامج على 4 سنين يقولوا ديما لوبجيكتيف ترشح للألعاب الأولمبية، بعدين مترشح ما يهزوش. وانا مع الشيء هذا، لانه زاد الانسان من نجمش يكون من الالعاب الاولمبيه الاولى يهز ميداليه، تعرف راهو مش سهل الميداليه، مش متراوش اليوم الحفناوي ولا خليل الجندوبي اللي هما صغار وخفت معاهم ومشات معاهم وسيديان باهي، لكن مش ديما تلقى شيء هذا. اليوم الالعاب الاولمبيه تاع طوكيو الامور كنت قلبت، النتائج كنت قلبت، الاسماء الكبار ما فماش. الناس اللي متسانسة تهز في الميداليات ولا جايين باش يهزوا الميداليات، الأغلبية نتاعهم ما هزوش ميداليات، طلعوا ناس أخرين، طلعوا ولاد صغار، هذه المنظومة كلها تغيرت. أما سي رضا، البلدان المسيطرة قعدت مسيطرة، أمريكا، الصين، اليابان، الكل قعدوا مسيطرين. وقت اللي تلقى شوف وقت اللي تلقى 400 معناها مشارك في فرنسا ولا 600 ولا 700 في الصين وأمريكا وأستراليا، هذوما الدول العظمى، في توتا في النورمال تلقاهم هما الأولانيين في الميداليات.
لأنه الأعداد بتاعهم كبير برشا ومنظمين برشا ومعناه إمكانياتهم كبيرة. وقت نشوف الدولاج أولمبيك وإلا على الليسيت كيفاش قاعدين يخدموا كيفاش قاعدين يحضروا كيفاش قاعدين يجيبوا في الكونتينر الماتريال في كل شيء موجود. دونك احنا ما نقارنوش روحنا بالدول هذه، خلينا ديما نقارنوا روحنا بالدول اللي كيفنا واللي قدنا كيما المغرب والجزائر وتونس ومصر وشويه دول عربيه ممكن شويه دول اوروبيه شرقيه. فهمتي مازلنا بعاد على الدول العظمى. احنا ماحناش دوله كبيره، ماحناش دوله غنيه، مع الناس الرياضيين كبار برشا ومع الناس الرياضيين عددهم كبير اللي بيشتغل به الميداليات. هذا نحبوا نفهموا روحنا اللي احنا دوله صغيره دولة إمكانياتها ضعيفة ونحاول بالشيء اللي عنا. وإذا كان اليوم هزينا ميدالية ذهبية ميدالية فضية راهو معناها نعمة من عند ربي، لأنه حاجة كبيرة برشا. هزينا في لندن ميدالية ذهبية وفضية، في ريو جينيرو هزينا ثلاثة برونزيات، يعني هذاك المستوى تاع النتائج تاعنا. إذا كان نحبوا أكثر راهو يلزم إمكانيات أكبر، راهو يلزم خدمة أكثر، يلزم الرياضيين يفهموا أن الخدمة على أربع سنين، يلزم الدولة والوزارة تفهم أن الميدالية راهي تسوى مليار ومليار ونص وساعات أكثر. دونك هذا كل اللي زال ناقصني. الحمد لله على كل احنا قاعدين نخدموا، قاعدين معناها الرياضيين تاعنا قاعدين يخدموا روحهم، لكن شوية اللي نعمل فيه كل شوية. اليوم مقتدي أنا اليوم أول مرة نقرب للألعاب الفردية شفت يا يوسف، مشيت تقريبا لكل شيء. وقت اللي نشوف إمكانيات تاع دول كيفاش قاعدين يحضروا كيفاش قاعدين يعملوا في ريكوبيراسيون بين كورسة وكورسة، نقول احنا وين؟ احنا وين من كل هذا؟ بعد برشا. دونك هذا كل يدرس يلزم إمكانيات، راهي الرياضة إمكانيات. سيدي ذاك كنت حذايا قبل الألعاب الأولمبية، كنا حكينا على كتيب كنت عملتوه اللجنة الأولمبية بالتعاون مع الفنيين في مختلف الجامعات. كتيب هذايا وللواقع قداش نسبة التقارب نتاعو للواقع؟ الكتيب عملناه وتنجي نقول لك في أي مناسبة اللي عملناه في الكتيب 90% صحيحة. معناها وجايبينه معاه هنا وكل يوم نتبعوا في النتائج نتاعنا، كل رياضي شنو اللي حطيناه له وشنو تبري الحفناوي. حفناوي ما قرينوش حساب لأنه ما كانش في اختصاص نتاعو 400 متر، كان محطوط في 800 متر، معناها 400 متر مش قارين حسابه. الجندوبي قلنا إذا كان يترشح وقتها مازال ما ترشحش، قلنا إذا كان يترشح راهو يشط على البوديوم، معناها فما حاجات حطيناها ثلاث ساعات. وهذا حطوا الفنيين مش أنا، يعني أنا كنت مباشر معاهم، لكن الفنيين اللي درسوا الرياضية معناها اللي عملناها براتيكمون 90% صحيحة. واللي كنا معاملين عليهم بعد اللي كنا معاملين عليهم ما ذهلي مشيتش معاهم نتائج كما يناسبوا بكري ونز جابر مروى عامري. هذوما اللي كنا نستناو منهم في الحقيقه في التالق. عندكم تفسير؟ هذوما الكل رياضيين، احنا رياضيين كونفيرمي، احنا نقولوا رياضيين يعني عندهم عن تاريخهم وعندهم قيمتهم في الرياضه نتاعهم. لكن ما مشاتش يا قلت لك الظروف غير تونسي. وقت اللي تسمع بواحد طبيعي يهز الميدالية الرياضية في 100 متر الاتليتيزم يفهم منها كل شيء، يراها مش كون في الاتليتيزم في الرياضة تكون فما ناس جات ميدالية محاصلة عندهم من طول لون صاحو كيما عصارة عندنا احنا مع أون جابر وناس بكري ونهاب شخروه. لكن هذا نقول انا عشرات تاع تاريخ تدري كنا حاطين برنامج نقاوم منهم شخص، لكن نجينا نشوف في الواقع ناس خدمت اكثر منه، ناس قدمت اكثر منه، بمعنى اللي كونفيرون تاعهم لقوم اقوى منهم برشا وخادمين اكثر منهم، لكن هذا ما يقللش من قيمتهم. لو ما نجمش نقلل من قيمتها على خاطر خسرت التوريد داري فهمتي ولا نهاد شيخ روحه. هذا كل صار على العالم كله مش على تونس برك. هذا كل بينشوف بعض مش يصير تقييم ومش تحكيو فيه ومش نفسروا وعلاش هذا ما تعداش وعلاش هذا تعدى وعلاش طلعوا صغار وعلاش الكبار ما تعدوش. وهذا كما قلت لك راهو في العالم الكل نحكيو مع بعض نحن الوفود الكل من امريكا من فرنسا من اسيا كلهم نفس الكلام. يقول لك المنظومه تغيرت بحكم الكورونا، المنظومه تغيرت تاع النتائج تاع الميداليات. نفهم من كلامك سيدة راضين معناها على الحصيله هذيك هي ما كانش بمكان افضل معناها. شوف بالنسبه للحصيله نجم تكون هذيك هي، كنا نجم نزيدوا ميداليه او اثنين ما اكثرش، لانه يعني احنا كنا نظن مش نهزوا ثلاثه ولا زوج ميداليات ثلاثه اخرين مش بالحفناوي والجندوبي، هزيناهم بناس صغار سيدنا حاجه كبيره برشا بالصغيرات. ونعرفوا ان المستقبل للصغار مش الكبار. هذا كونستاتاسيون عملناها اللي نخدم على الصغار، لكن الصغار بلاش امكانيات ما تنجمش تلقاها. هذا كل لازم نخدموا عليه ونحضروا لان باريس 2023 23 هذا سؤالي باريس غدوه. نعم
اي وين بدينا ايش عنا بدينا نحضروا ما زلنا كيفاش الاكيد طيب بعد ما نروحوا اول حاجه مش يصير تقييم في المشاركه نتاعنا اكيد بالتقييم مش ناخذوا على 2019 شنو التوجه اللي مش ناخذوه وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه الوطنيه التوجه اللي مش ناخذوا به باش نكونوا حاضرين في 2023 باريس ماهيش طوكيو ان شاء الله من هنا لوقت الكورونا مع تبقى موجوده الكوفيد معناها بصفه عامه ان شاء الله الامور تطلع بالوباء هذا يخلينا نخدموا والاكيد انه مش تكون منظومه اخرى امكانيات اخرى عندنا برشا شيء اصرار بهين برشا اصرار بهين لذلك نقول لك بالخير الرفاعه اللي كانت جات موجوده في توكي ممكن راهي هذه الميداليه خذيت كانت دخلت معايا البارح رضا وقالت حتى بالارقام اللي شفتها كنت نجم نهز ميداليه معناها صحيح صحيح هذا كل قاعدين نتبعوا فيه قاعدين نتبعوا الارقام قاعدين نتبعوا الاوقات قاعدين نتبعوا في كل شيء يعني ارقامنا وارقامنا والميزانات نتاعنا معناها قريبه للنتائج اليوم تشوف اسامه المليلي البارح عمل كورسه يعني اسامه المليلي الكورسه اللي عملها في البرتغال اقوى من اللي عملت في طوكيو بكلامه هو بشهادته هو فهمت يعني المليلي كان ينجم لو كان التحضيرات نتاعو كانت احسن وما كانتش في مشاكل اللي صارت وقدر كان ممكن يعمل نتيجه احسن ما نقولكش يهز ميداليه لكن يكون فرحان أن يكون في العشر الأوائل فهمتي يعني الحق معناها يقال أنا شخصيا معناها فرحان برشا أن المليلي شارك واللي عمل السادس أولمبياد نتاعه وأنا كنت حاضر معاه وكنا موجودين معاه معناها ما قلنا منه حتى أدنى مشكل إنسان محترف في مخه إنسان معناها كان موجود في القرية ما تحسش بيه يخدم على روحه ما له رجمون في الإشكاليات اللي صارت الأخيرة ما الناس كل تعرف ممكن ضيعت له شويه تركيز كان ينجم يعمل احسن شويه لكن نقول الحاجه باهي انه مليلي كمل الكورس نتاعه فما ناس اصغر منه في العمر فما زوج واحد من بريطانيا واحد من فرنسا روحوا بهم خرجوا بهم بالامبولانس على مركز الموصوف باش يكملوا وقت اللي هو في الترونس نتاعه وانا نخلف الناس رياضيين معاه مش يقوموا معاه يتصوروا معاه قبل الكورس تفهم عليه مليلي اسمه كبير وقتها برشا تونس المليلي راهو تحب من تحب وقلت لك كثير ما حتى بالله في الإذاعة عندك ملولي نقعد 200 سنة أخرين ما نعملوش واحد آخر كي ملولي إن شاء الله ليه إن شاء الله ليه حسب رقمي حسب رأيي إن شاء الله ليه سيدي إن شاء الله ليه نعملوه علاش 200 سنة إن شاء الله في أقرب وقت يكون عندنا ملولي آخر يختلي واحد يعمل لك 6 ألعاب أولمبية يحصل لك على قداش من ميدالية من ذهب من فضة من كذا إن شاء الله ليه كما قلت تظنين صعيبة توا صعيبة في ظروفنا توا صعيبة إذا كان الدولة تحط الإمكانيات على الرياضة تولي سهلة أما بالطريقة هذه راهو صعيبة شوية هو المهم خاصة بعض الرياضيين على التجاذبات نعرف الناس كل الضر شوية رياضيين خاصة بالصراعات بين اللجنة الأولمبية والوزارة واللجنة المشتركة والمشاكل اللي صارت فيها نتصور أثر شوية على التحضيرات زاد هذا ولا ليس رضا بالأكيد التحضيرات تاع الرياضيين تاعنا ما كانت عادية الرياضيين تاعنا لا مشاو في تربصات برا لا عملوا سيرتو لي كومبيتيسيون في الخارج ما صارتش ما صارتش برشا كومبيتيسيون هو راهو اللي يحطك في الهيك نتاع الرياضه نتاع الكومبيتيسيون واللي يطلعك القوي هي المباريات سواء في الالعاب الجماعيه ولا الفرديه هذا السنه ما صارش السنه عملوه الاوروبيين احسن منا علاش الاوروبيين قاره اوروبيه قراب البعض المحلي على بعض يعني تربصات احنا صعيب احنا باش تمشي اوروبا لازم تاخذ الفيزا وصعبه الامور وبالكورونا ما تنجم تدخل وكذا يعني هذه الامور صعبت على علينا احنا التوانسه وعلى الدول اللي كثير صعبت عليها برشا مني. صحيح. يعطيك الصحة وقتاش تكون آخر وقتاش يروحوا الناس الكل سيدي إن شاء الله. الوفد الرسمي ومعه بعض الرياضيين اللي خليناهم اكسبري للكلوتير ما نجموش نعمل كلوتير معناها الحفل الختام ما غير تونس موجودة في حفل الختام باش يكون نهار 8 ونهار 9 نستلم المنشآت اللي خذيناها الكل نهار 10 أوت نسافروا باش نخلصوا تونس إن شاء الله 11 شهور. إن شاء الله توصلوا سلامات سيدي المناعي. رئيس البعثة التونسية في أولمبياد طوكيو 2021 مشكور على دخلك معنا بالتحقيقة وعلى تعاونك كل ما نكلموك تكون تلبي الدعوة لا لا احنا موجودين يا اسلام نحب نقول لك المخرج كان قام المقارنة بالدول العربية هاي مصر مصر 100 مليون احنا 10 مليون شوف ثقافة النتائج احسن منهم مشاو الدوبل ظهر الرياضيين نتاعنا نعم قلت لك مصر ظهر الرياضيين دوبل 120 ولا حاجة هكا مشاو 160 وعندهم الالعاب الجماعيه عندهم كره اليد تبارك الله عليهم ونهنيهم على قلت ان شاء الله ياخذوا البرونز الميداليه البرونزيه ان شاء الله ياخذوا البرونز مالوريزمون علي زين تضرب في الشارع عنده اصابه
لكن معناها مقارنة بالدول العربية تشوف الجزائر بجنبنا اليوم عزو حتى ميدالية فر ميدالية صحيح. يعني عكس ما قلت الجزائر معناها دولة عظمى ومعروفة قبل بالنتائج نتاعها وبالميداليات نتاعها. المغرب نفس الشيء يعني هذا نقول احنا نقاول واحنا اللي هزت المغرب نورمالمون هزت في العاب القوى البقالي هزت الميدالية الذهبية في العاب القوى اي هزت في العاب القوى. يعطيك الصحة شكرا لك سيدة على تدخلك معنا بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله تعودوا سلامات الوفد كامل التونس. موزيكا الاخبار وبعد مكملين في البلاي حتى الخمسة متاع عشية